Merci la télévision. Avant le départ, daqiqa qabl l'intiraq. الباركور كان صراحة كان صعيب شيئا ما، يعني بعد جوية كانت الرياح قوية، لكن الحمد لله يعني استطعت نجري السباق حتى لآخر الأمطار، والحمد لله حصلت على المرتبة الأولى. سالي تحكمتي في القاعة ديال السباق، رفعتي ليت من الوقت اللي بغيتي، كلشي تابع اليوم وأنت كتفوز بالدورة 15. الحمد لله أنني سايرت إيقاع السباق من بداية الكيلومتر الأول، وهذا حفزني بأنني نزيد نثق في راسي ونكون من الأوائل الحمد لله. كيف استعديتي ديال هذا الماراثون؟ هي الاستعداد ديالي كان من بدايه الموسم، يعني الاستعدادات ما كانتش في السال، يعني راه 4 أشهر ديال الاستعدادات اللي راه اي عداء غتسولوا على مسافه الماراثون راه معروفه، يعني فيها بزاف ديال التمارين، ولكن الحمد لله ربي ما خيبنيش وانا استطعت نفوز اليوم الحمد لله. المسائل المستقبليه ان شاء الله، يعني مستقبلا يعني كاع الماراثونات ولا بريباراسيون ديالي كتكون يعني بريباراسيون ان شاء الله لبطولة العالم والالعاب الاولمبيه القادمه ان شاء الله. الحمد لله انا فرحانه بهذا الفوز ب 10 كيلومتر لمنظم مدينه الدار البيضاء. داز السباق في اجواء مزيانه، باركور بيان سيكيريزي. كنبغي من هذا المنبر نشكر اللجنه المنظمه اللي سهره على التنظيم بجميع الاعضاء ديالها اللي ساهم من بعيد ولا من قريب في انجاح التظاهره الرياضيه الدوليه. السباق انا خديته بكيلومتر باقي كيلومتر، في الاول كيلومتر الاول حاولت انني ناخذ لابوزيسيون ديالي، بعد الكيلومتر الثاني فرضت الايقاع اللي كان مناسب لي انا وكان شي شويه قاصح على باقي المتسابقات، وهذا هو اللي خلاني انني نفوز في السباق. يتفضل السيد والي جهه الدار البيضاء ستارت لتسليم الجائزه. هنا تلقي الصورة التذكارية تخليدا للحدث. شكرا للسيد والي جهة الدار البيضاء ستاد، شكرا للسيد عامل عملة ألفا، شكرا للسيد رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء. تفضل السيدة رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء لتسليم الجائزة. immortaliser ces moments. Oui mesdames et messieurs, le podium du marathon dames lors de cette 15e édition du marathon international de Casablanca. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.